وبيسعدني انه ينضم لينا على الهواء سيادة النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. اهلا بحضرتك سيادة النائب، اهلا بيك معانا في 90 دقيقة. اهلا بحضرتك يا دكتورة. اهلا وسهلا. اهلا. انا عارفة انك خارج من جلسة كبيرة ومبارزة كبيرة الحقيقة، وده انتصارا للحق. يعني جلسة يعني بصراحة أسعدتني شخصيا، اللي أسعدني اهتمام السادة النواب سواء اللي تقدموا بطلبات أحاطة والسادة النواب المهتمين بالشأن المصري، لأن أنا بعتبر الرياضة المصرية وكرة القدم المصرية يعني يمكن قلنا أكثر من مضمون هي جزء من يعني اهتمام في الأمن القومي، جزء أساسي في الأمن ما القومي. فيش بيت في مصر يا سيادة النائب ما فيهوش حد مش مهتم بالكورة. يعني عايز اقول لحضرتك طبعا يعني نتائج المنتخب، مثلا لما المنتخب بيفوز وبيحقق مكاسب كل البيوت المصريه بتكون سعيده، لكن ايوه لا قصد الله بيحصل العكس بيكون حزن. فعشان كده بنقول جزء مهم جدا التفاف النواب ده هو تعبير عن يعني احتياجات اهالينا في كل المحافظات، ومدى اهتمام النواب سواء مقدمه طلبات الاحاطه او النواب من خارج اللجنه اهتمام كبير جدا. كان عندنا مشكله فعليه احنا يمكن ما انا عايزه اسال اول مره. حضرتك، يعني انتوا النهارده كان عندكم الحقيقه يوم برلماني حافل في اللجنه، وعاوزين نعرف بقى من سيادتك ايه اللي دار النهارده في اجتماع اللجنه. شوف يا دكتور احنا النهارده يعني استمرت المناقشات 5 ساعات، كان عندنا 27 طلب احاطه بيشملوا مخالفات ماليه واداريه داخل اتحاد كره القدم المصري وبعض شبه اهدار المال العام. عشان كده النهارده يعني ال5 ساعات دول ما قدرناش نناقش فيهم اكثر من 12 طلب احاطه من قوه المناقشات والبيانات اللي موجوده اللي النواب استدلوا بيها. النواب يعني بياناتهم مستمده من تقارير جهات ومؤسسات مصريه، جهاز مركزي المحاسبات. النهارده الكلمات اللي تحدث بها النواب انا شايف ان هي يعني استعماد فقط، يعني مش اتهامات غير مثبته بادله ولا مثبته بمستندات. النهارده اكثر من مستند تم اظهاره داخل لجنه الشباب والرياضه خاص بهذه المخالفات، الاشاره الى تقرير الجهاز المركزي في معظم طلبات الاحاطه اللي تقدم بها الساده النواب. الردود كانت باهته جدا، الردود من رئيس اللجنه المعينه لاداره شؤون اتحاد الكوره ردود غير مقنعه للنواب، ولا اعتقد لو طرحت الراي العام هتكون مقنعه. 5 ساعات من المناقشات في طلبات الاحاطه في يعني اموال عامه، اموال مال عام سواء المال المخصص من وزاره الشباب والرياضه او المال اللي يمكن المدعوم به اتحاد الكوره المصري من الاتحاد الدولي اللي بنعتبره في النهايه هو مال عام. النواب رفضوا مشكلات كبيره جدا كانت موجوده ومخالفات موجوده من سنه 2016 الى الان بمستندات وبوثائق. يمكن 5 ساعات لم تكن كافيه الا لمناقشه 12 طلب احاطه. طيب سياده النائب، يعني ايه السبب وراء فتح ملف الفساد في اتحاد الكوره؟ ما هو السبب السبب؟ ان انا يمكن انا قلت النهارده احنا انا يمكن دي سادس سنه ليا، ثاني دور ثاني فصل تشريع اكون موجود فيه في مجلس النواب، لم ارى اجماع من الساده النواب، وعايز اقول لحضرتك من كافه الاتجاهات من كافه الاحزاب من كافه الادعاء. عندنا احزاب ممثله في مجلس النواب، عندنا تنسيق شباب الاحزاب، عندنا احزاب متعدده. لما كل يتفق ان في مشكله كبيره جدا يبقى ده بندق نقص خطر. لما 27 طلب احاطه بيتكلموا في فساد ومخالفات ماليه واداريه دي مشكله جامده جدا. هو قلنا ان الرياضه المصريه يعني كلها طبعا فيه اهتمام من الدوله المصريه، لكن كره القدم هو اهتمام دولي واهتمام شعبي كبير جدا. فعشان كده كانت النقاشات بالشكل دوت، وعشان كده حرص النواب على مناقشه اي اهدار مال عام واي فساد مالي موجود في اتحاد كره القدم المصري كان يمكن بشكل كبير جدا النهارده واضح في اللجنه الشباب والرياضه. المشاركه اللي شاركت بها النواب ورئيس الهيئه البرلمانيه لحزب المستقبل الوطني الدعم الاغلبيه كان متواجد، وكافه الاحزاب او النواب المسؤولين الاحزاب متواجدين في المناقشه دي. انا لم اشهد في دورين او فصلين تشريعيين سابقين الى الان هذا الكم من الساده النواب والنائبات اللي بيحضروا لمناقشه موضوع مهم جدا هو مناقشه التجاوزات والفساد اللي موجود في اتحاد كره القدم المصري.